سلام عليكم يا حلوين. اوكي شباب الحوش، انا مقطعنا اليوم راح نلعب حرب البيض، بس هاي المره شباب حرب البيض مختلفه، حرب البيض اليوتيوب شباب، شعار اليوتيوب. المهم ما ادري شنو هاي البيضه بالضبط، بس من يوتيوب، شعار يوتيوب. اوكي فكالعاده شباب خلي ارتب وضعي حب اشكالات ونرجع لكم. اوكي شباب قبل ما ندرعم شباب لايك، حطوا لنا لايك، اشتركوا بالقناه اذا ما مشتركين، الجديدين طبعا اشتركوا بالقناه ويفعلوا جرس التنبيهات. اوكي اول شغله خلينا نروح ندرعم على هذا البلو، شكله راح يروح للنص وراح يجيب دايموند وما ادري شنو، فلازم نستغل الفرصه ونروح نشيل البيضه مالته. اوكي حتى بعد لا يرسبن مره ثانيه، واي عرفت شلون. فليتس جو يا شباب، اتمنى تعجبكم هاي السلسله حق البيضات شباب، بين فتره وفتره اجيب لكم بيضه مختلفه، مثلا هاي المره البيضه من يوتيوب، المره الجايه اجيب لكم بيضه ما ادري يعني تويتر فيسبوك ما ادري ايش، عرفت شلون. يلا باي باي، انت مع السلامه. نروح للريد، يلا ليتس جو ليتس جو للريد يا شباب. شباب اذا تلاحظون انه صوتي شوي متغير، الصراحه اسف يا شباب لان شوي مريض، لا اكذب عليكم مريض الصراحه، فقلت لازم اصور مقطع حتى ما اسحب على القناه وزي كذا، فشباب مشوها يلا. اوكي فهمتوا، فخلي اروح نجلد بعض الريد. لا مو جوري والله، راح يجلدني شكله، بس نحاول يا شباب. اي جلدناه. اوكي كل جولدن ابل على السريع، كل جولدن ابل. اوكي للبيضه اوبسيدين غلف نفسك قبل مور على السريع. اوكي تشيل البيضه براحتك، ليتس جو. يا رب نشيلها قبل ما ارتب وضعها، يا رب لانه انا شوي مدمج. شيل البيضه. اوكي خل نروح من هنا، تعال يا ورع، والله رتب وضعها تعال، وين رايح يا ورع؟ تضربني بالايرن يا ورع. والله اشترى له سيف يا عيال، والله اشترى له سيف الورع. اوكي يلا باي باي، خلي اكل لي جولدن ابل، خلي اروح لي اشتري لي جولدن ابلات زياده حتى نسيطر اكثر. اوكي اللي بعده يا شباب نروح لليلو الحين. زين شباب اني اليوم خلاص يعني رجعت من السفر، زي ما قلت لكم في المقاطع اللي فاتت قلت لكم اني كنت مسافر، ونشرت لكم اللي متابعني في الكوميونتي او في المنتدى يعرف شباب صورت لكم الحاويات، صورت لكم المسبح وزي كده. المهم هذا شكله يلعب لانه عنده دروع ايرون، عرفت شلون؟ لا والله دروع ابو كلب، خلينا نخدره. يلا باي باي مع السلامه، الله وياك. مغلف اوبسيدن البيضه مالته، بس ما عليكم شباب، بس خلي اشيل هاي. حلو اوكي ليتس جو، شيل ابو المهور. يا رب على السريع قبل ما يرتب وضعه، قبل ما يرتب وضعه الورع، ليتس جو. شلنا البيضه. اوكي رسبن مره ثانيه. هاي وين راح شباب؟ هذا كونر. يلا باي باي مع السلامه. اوكي بقوا بس تيمين يا عيال، البينك والبربل او البنفسجي. اوكي هذا من وهذا الجراي. نروح للنص شباب. اوكي خل نروح للجراي وراها نروح للبينك. اوكي يلا ليتس جو. خلي بس اشتري البلوكات، لو كافي عندي ستاك كامل. او ماي جاد شباب دروعي راح تنفلج يا عيال. اوكي شباب الحوين بدلت دروعي تمام، هسه وصلت للجراي او للوايت، هذا اعتقد الجراي ياب. هسه راح اروح للبينك، بس خلي اصعد شوي حتى ما يوقعني وما ادري ايش. خلي ابدل على البلوكات. حلو يا رب مو مدرع، يا رب ما عنده دروع دايموند لان صعب نجلده. اوكي هو هناك. او ماي جاد انحشرت اعتقد، لا ما انحشرنا. يا رب مو اوبسيدين، يا ليش كله اوبسيدين يا عيال؟ بليز ابي افتهم شنو السالفه، كلها تتغلف اوبسيدين. هاي يا عيال شنو هذا؟ والله ضربه غريب يا عيال. او ماي جاد شباب تيموا تيم. لا يا ليه متيمين هذول شباب، لو كانوا بيفتهم والله شكلهم متيمين يا شباب، اذا متيمين مصيبه صدق. شباب نجرب نطقهم بريبورت، والله ما ادري. اوكي اسف شباب، قلت لهم متيمين، بس الظاهر مو متيمين لان شو اسمه بيضت او التيم شو اسمه البينك كله طار، فالحمد لله شباب متيمين يعني هسه نقدر نرتاح شوي. فهسه خلي اروح للبيربل. اوكي خلي نروح له يا شباب يلا سريع. اوكي شباب يا ليل اوبسيديان همين، شنو السالفه يا شباب؟ كلها تتغلف اوبسيديان بس اني ما اغلف اوبسيديان. او ماي جاد شباب. اوكي يلا تشيل بيضه البربل، خلاص هسه وينك، هسه اجيك. شباب بس لا يكون راح للنص وضبطت وضعه 1000، تخيلون شباب هسه يطلع لي فول دايموند. يا ليل شو اسوي له؟ اوقعه
اذا فول دايموند لازم يوقع، فول ايرون اهم من نفس الاشي. فياب اوكي وانا مبين لحد الحين. او ماي جاد شباب كنت راح اوقع الحين بالغلط. يا ليل شباب وين راح؟ لا شباب بلطي بلطي شباب. يا ليل اوكي يلا جايك جايك. ها تشيل بلطي؟ يلا هس اجيك. يشيل بلطي شباب والله هس اجيك يا ويري يا بيربل يا نوب يا نوب يا بيربل. اوكي يلا يلا راح اروح لشباب كاني شفته. هي وري انحشرت يا عيال كاني شفتها يا شباب. جزيرتي هو اوكي جزيرتي ذاك ويني هناك شباب. عنده تشست بلاي تشين. انا همين شباب لازم اسوي تشست بلاي تشين. شنو هو تشست بلاي تشين؟ انا مو تشين. انا همين لازم يكون تشين. اوكي هسه بس 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 حبه شباب بس حبه شباب شباب بس لا توقعني. لا شباب يا اخي شلون وقعني؟ والله مصيبه يا شباب. لا 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 يا شباب اقسم بالله اخيس اشي في التاريخ انه من تبقى في الاخير ويجيك شخص نوب ويوقعك. والله شباب مصيبة ومشكلة. اوكي هذا جيم الثاني وان شاء الله راح نفوزها في ماب اسمه تنكولوجيا تكنولوجي. اوكي شباب كالعادة رايحين للنص يجمعون دايم. الله وياكم يا شباب. اوكي خلي ارتب وضعي ونرجع لكم. اوكي يلا شباب ليتس جو ليتس جو. خل نروح الريد. ها تروح للدايموند. ها تروح للنص. يلا باي باي بيضتك مع السلامة. تعال 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 يا ويري. اوكي باي باي مع السلامة. خلي اكل الجولدن ابل. والله شباب لو ما طقيت في كومبو كنت انجلد تاني تعرفون. اوكي خلي اشتري البلوكات زيادة جولدن ابل زيادة ناكل الجولدن ابل. ليتس جو ستيفي. شباب يا اخي والله مصيبة انك تكون في الجيم تجلد وتكون انت اكثر شخص تشيل بيضات واكثر شخص تجلد بالجيم ومن نفس الشيء يجيك شخص نوب في الاخير يجلدك خلاص. هاي ايزي يعني عرفت شلون. هاي ستيفي تعوف البي سي مالتك. هاي طلع طلع من الجيم. اوكي يلا مو مشكله. هذا شنو؟ اوكي لايت بلو. يلا ليتس جو. يا رب يكون عندها بيضه لايت بلو لو ساين. هذا صراحه ما ادري. لا يا ليل هيك ما ابي اسوي فاست بريدج. هيك ما ابي اسوي فاست بريدج شباب. همين اكو اشي ابو كلب يعني من تسوي انت فاست بريدج وما ادري شنو على بالك واحد لعيب وما ادري ايش. المهم بعدين توقع زي النوب. هاي يعني شيء خايس صراحه. فمن هنا وهيك ما عاد راح اسوي فاست بريدج ابد. راح اروح اسوي بريزلي. هاي البريزلي اقوى بريزلي في التاريخ. هاي تسمى عرفت شلون. فخلي اتشول 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 شباب اتشيل البيضه حق هذا ما ادري ايش اسمه بس خلي ارجع له. خلي ويري. يلا باي باي. يلا باي باي مع السلامة. اوكي ليتس جو اللي بعده. او ماي جاد شباب وش ذا؟ شنو هذا؟ فول ايرون شباب. فول ايرون شباب. شباب عرفت الحل، الصراحة ما يصير كذا، والله مو عدل. شوفوا يا عيال كلهم فول ايرون، اقسم بالله هسه افتريت شوي رحت شوي يعني قفلت التصوير. المهم رحت شوي كذا لقيتهم كلهم مفاولين ايرون. شلون راح اقتلهم؟ الله اعلم. شوفوا يا عيال شوف. شوف فول ايرون هذول متيمين جي جي شوفون حتى ما يقتلون بعضهم. ما ادري شنو السالفه بالضبط بس فولي لازم اني همنا فول زيهم يا عيال والله ما يصير كذا. اوكي بس خلي اوكي اوكي ليتس جو. اشرد اشرد ابو المور اشرد 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 اشرد. يا رب يا رب يا رب يا رب ما اوقع يا رب ما اوقع. اوكي 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 حتى بكاكس ما جايب وياي. اوكي حتى يصير كذا حتى بعد لا يجي احد. اوكي هسه اشتري له فول ايرون. اوكي هسه منو يبي يجي؟ منو اللي يبي يجي؟ اوكي ماكو احد. حلو نشتري لنا جولدن ابل بلوكات زياده كل جولدن ابل ابو المور. نرجع للنص يا شباب ونجمع لنا دايموند براحتنا. نشتري لنا بكاكس اقوى بكاكس في العالم شباب. يا هي اقوى بكاكس في العالم بكاكس دايموند مطوره بكاكس اي في بكاكس في ما ادري ايش اسمه. خلاص نشتري هاي. شوفوا ذا يبي يروح وتشيل بيضتي بس ما ينفع يا ويري. شنو تبي تسوي تيم مع الناس انت؟ روح انقلع يا ويري يا ويري. يبي يروح يشيل بيضتي والله ما ينفعك يا ولد. هاي اوكي اوكي شباب خلي اروح اشتري لي سيف او اشتري لي شو اسمه بكاكس اقوى بكاكس في العالم. ابي اشتري اقوى بكاكس في العالم اليوم انا ما يهمني. اوكي 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 ليتس جو. بش قد شو اسمه السيف ب 12 حبه دايموند. اوكي والسيف نقول 10 حبات. اوكي يعني 22 حبه 22 حبه بس واحده بس واحده. ليتس جو. اوكي حصلنا اخر حبه. هسه نرجع الجزيره مالتنا.
يا هي الجزيرة يا أخي، مو حتى الجزيرة مالتنا، حتى أي جزيرة، أهم شيء قروي، أهم شيء لازم يكون في قروي. أوكي أوكي، خلنا نبني، خلنا نبني يا شباب. 10 دايموند بيكاك، سيف دايموند، جيب الأغراض الجديدة. أوكي تمام 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 شباب، وش نشتري؟ أو ماي جاد أو ماي جاد، أكو يا ليل، شنو شنو تيم؟ نو نو، ماكو تيم، ماكو تيم، ماكو يا عيال، هاكر قتلنا الهاكر. او ماي جاد شباب، قتلتهم اثنيناتهم، والله ايم سو سوري. اعتقد متابع، دقيقه دقيقه شباب، شكله متابع، ثواني، هلا دقيقه، خلي اكتب له هلا. والله شباب شوفوا ايش، نص قلب، نص قلب يا شباب. خلاص شباب، مرتبنا وضعنا وما ادري شنو. شباب ضار متابع ذا، شوفوا يا عيال وانا، شوفوا وانا دا يفتر، والله شكله راح ينطيني الجيم. لا شباب والله خجلني ذا المتابع. انا شباب الصراحه ما بدي اسوي وياه تيم، نو تيم، نو نو نو، لان كيبو كرافت لازم اخذ رتبه يوتيوبر يا صديقي، ما اقدر، نو نو ما اقدر، اسف والله صديقي، لان هالايام شباب يعني قلت لكم رتبه يوتيوبر راح اطلب، فما لازم اسوي اي غلط، لان في اي لحظه في اي دقيقه يقدرون يشيلون مني الرتبه، عرفت شلون؟ فلازم اروح اقتلك يا صديقي، والله اسف اذا هسه ما كان عندي 30,000، والله يا لا وقع، والله ما يعني انطيك الجيم، عرفت شلون؟ بس شو نسوي؟ يلا يلا وينك؟ والله رسبن صديقي، صديقي الو شباب، شباب وين رسبن الورع؟ او ماي جاد، فزت والله، شكرا له، اسمه احمد ار.